معنا عبر الانترنت من القدس الصحفي المقدسي محمد سمرين. أهلا وسهلا بك محمد. بداية، اقتحامات كبيرة للأقصى اليوم بقيادة وزيرين إسرائيليين وبصحبة 3000 مستوطن، ماذا لديك؟ نعم حسام، عصيب جدا على مدينة القدس المحتلة وعلى المسجد الأقصى بشكل أخص. اقتحامات غير مسبوقة حقيقة من مختلف النواحي، سواء من عدد المقتحمين أو من كيفية الاقتحامات وما نفذت من انتهاكات خلال هذه الاقتحامات. عند 7 من صباح هذا اليوم بدأت اقتحامات المستوطنين بوتيرة عالية جدا وبطريقة جديدة. شرطة الاحتلال كانت سابقا لا تسمح إلا لفوج واحد من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، لكن اليوم كان هناك 3 أفواج متزامنة تقتحم المسجد الأقصى بمعدل 600 مستوطن، وهذا العدد يفوق عدد حراس المسجد الأقصى وسدنته وموظفي الأوقاف والمصلين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول إلى داخل المسجد الأقصى. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع جديد فرضته هذه الأعداد في داخل المسجد الأقصى المبارك. نتحدث عن نحو 3000 مقتحم، وهذا عدد أكثر بنحو 1000 مستوطن مقارنة بالعام الماضي، ولربما يعني انشغال العالم ووسائل الإعلام بالحرب على غزة دفع هؤلاء المستوطنين لاستغلال هذه الظروف لتكثيف الاقتحامات. أيضا سياسة الاحتلال بحق المرابطين والمعتكفين من خلال الإبعاد والاعتقال قللت من عدد من يتم أو من يسمح لهم بالوصول، إضافة إلى التناغم الكبير بين المستوى السياسي الإسرائيلي وبين جماعات ما يسمى بالهيكل. على رأس هذا المستوى هو إيتمار بن غفير الذي اقتحم المسجد الأقصى اليوم برفقة وزير ما يسمى بالنقب والجليل يتسحاك فيرزيسوف. هذا الاقتحام جاء يعني وسط كما قلنا انتهاكات كبيرة واستحداث يعني تدنيس جديد للمسجد الأقصى. كان هناك سجود ملحمي جماعي في مختلف مناطق المسجد الأقصى، تحديدا في المنطقة الشرقية من المسجد. أيضا كان هناك رفع لعلم الاحتلال عدة مرات في منطقة باب السلسلة في الجهة الغربية من المسجد الأقصى. أيضا كان هناك صلوات تلمودية علنية أديت داخل المسجد الأقصى. لكن دعني أشير إلى أمر مهم، أن اقتحامات اليوم هي تتويج لسلسلة من النشاطات إنجاز التعبير لجماعات الهيكل خلال الأسبوع الماضي. كان هناك سلاسل بشرية حول البلدة القديمة من قبل هؤلاء المستوطنين، شارك فيها وزراء من حكومة الاحتلال إضافة إلى أعضاء كنيست وعدد من ضباط شرطة الاحتلال. أيضا فجر هذا اليوم كان هناك اعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. مهم هنا أن ننوه إلى أن شرطة الاحتلال ومنذ 7 أكتوبر الماضي تفرض واقع جديد، قيود مشددة جدا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، خاصة في فترات الاقتحام التي تمتد ما بين 7 صباحا وحتى 2 ظهرا. وبالتالي نتحدث عن إفراغ للمسجد الأقصى المبارك من الفلسطينيين والمسلمين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى خلال فترات الاقتحام. إذا ما تحدثنا عن ردود الفعل على ما جرى اليوم في المسجد الأقصى، دعني بداية أشير إلى ردود الفعل العملية بعد دعوات الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبعد عنه قصرا من قبل الاحتلال للفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد. كان هناك بالفعل حافلات انطلقت من مناطق الداخل الفلسطيني المحتل لأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء داخل المسجد الأقصى، وبالتالي نتحدث عن وجود فلسطيني مكثف إلى حد ما خلال فترة المساء في المسجد الأقصى. بالنسبة لردود الفعل الرسمية، كان هناك إدانات من قبل وزارات الخارجية في مصر وقطر والأردن وفلسطين. أيضا الأحزاب الفلسطينية حماس وفتح والجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين وحزب الشعب والجبهة الشعبية أدانت في بيانات منفصلة هذه الاقتحامات، واعتبرت أن ما يجري تصعيد خطير من قبل الاحتلال. حقيقة ما يجري في المسجد الأقصى لا ينفصل بحال عما يجري في محيط المسجد الأقصى من البلدات المقدسية. اليوم كان هناك اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال لعدة بلدات، نتحدث عن اقتحام لحي رأس العمود، لبلدة الطور، بلدة العيسوية، وآخر هذه الاقتحامات في هذه الأثناء هناك اقتحام كبير لمخيم شعفاط. الاحتلال
يحاول بشتى السبل منع وصول المقدسيين لمدينة القدس، للبلدة القديمة، للمسجد الأقصى، من خلال تكثيف الحواجز ما بين هذه البلدات وما بين المسجد الأقصى، وكما قلت يعني سابقا منع المرابطين من الوصول من خلال الإبعاد أو التضييق أو الاعتقال المتكرر. نتحدث عن عشرات النشطاء والمؤثرين المقدسيين لا زالوا في سجون الاحتلال تحت الحكم الإداري، فقط لأنهم دعوا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى أو لأنهم تواجدوا فعليا في المسجد الأقصى. شكرا جزيلا لك الصحفي المقدسي محمد سمرين، كنت معنا من القدس.